إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في الحديث الصحيح عن شداد بن أوس الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا شداد بن أوس، إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات، إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وهذا الحديث رواه الإمام النسائي في سننه والطبراني وغيرهم، وهو حديث صحيح من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. راويه صحابي جليل هو شداد بن أوس رضي الله عنه، صحابي من الأنصار، وشهد غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الغزوات، وتوفي رضي الله عنه في بيت المقدس، سكن بيت المقدس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن توفي وعمره نحو 75 سنة رضي الله عنه. وكان معروفا بزهده وصلاحه وعبادته، و أثنى عليه أبو الدرداء رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة، كانوا يثنون عليه ويذكرونه بالزهد والحلم رضي الله عنه وأرضاه. وكان من مناقب هذا الصحابي الجليل شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهداه نعليه اللتين كان يلبسهما عليه الصلاة والسلام مكرمة له، فكانت عند ذريته من بعده يتوارثونها ويقولون هي مكرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي الكريم شداد بن أوس رضي الله عنه يروي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا شداد بن أوس، إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات. والكنز هو المال المخبأ لنفاسته وللخوف عليه وحفظه، فالشيء النفيس الذي يخشى عليه الإنسان ويريد صيانته والاحتفاظ به.
فيكنزه يعني يخبئه. فقال إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات، يعني احفظ هذه الكلمات فهي خير مما يكنزه الناس. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعوات عظيمة، فأول هذه الدعوات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. يعلمه أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، وهو الاستقامة على الحق والدوام على ذلك والاستمرار عليه إلى أن يموت وهو ثابت على الحق. فهذا معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به كثيرا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهنا يعلمه أن يسأل الله سبحانه الثبات في الأمر. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى ببعض الأمور التي فيها تثبيت المسلم على الدين وفيها الأمان له إن شاء الله من الزيغ والانحراف، وأعظم ذلك القرآن الكريم. فقال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الكفار قالوا لو أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة لماذا لا ينزل دفعة واحدة وينزل يعني أجزاء وتنزل آيات ثم آيات على النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة؟ فقال له ربه سبحانه: كذلك لنثبت به فؤادك. القرآن الكريم تثبيت للفؤاد، فكلما نزلت آيات على النبي صلى الله عليه وسلم ثبتته على الحق بتلاوتها وتدبرها والعمل بما فيها. فكذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم كلما تلاه المسلم فإن وتدبره وعمل بما فيه فهو تثبيت له. كذلك قصص الصالحين، مجالسة الصالحين وأهل الخير، وكذلك الاستماع إلى قصصهم وسيرهم، فإن ذلك مما يثبت المؤمن. قال سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فما يقصه الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم من أنباء الرسل وأخبارهم فهو تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب له عليه الصلاة والسلام خطاب لأمته، فكذلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم يثبتها على الحق سماع أخبار الرسل، وكذلك أيضا أخبار أتباع الرسل ممن سار على طريقتهم ونهجهم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. والرشد يأتي بمعنى معرفة الحق والعمل به، معرفة الحق والعمل به، لأن الرشد أحيانا يأتي في القرآن الكريم في مقابل الضلال، وأحيانا يأتي في مقابل الغي. من يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. فمن أرشده الله خلاف من أضله الله. الضال هو الذي لا يعرف الحق، الذي لا يعرف الحق. ويقول سبحانه: قد تبين الرشد من الغي. فجعل المقابلة للرشد هنا الغي، والغي هو عدم العمل بالحق. الذي يعرف الحق ولا يعمل به فقد غوى. فإذا الراشد هو الذي علم الحق وعمل به، فهذا هو الرشد، أن الإنسان يعرف الحق ويعمل بهذا الحق الذي عرفه. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أولئك هم الراشدون. فإذا الراشدون هم الذين حبب الله تعالى إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فهؤلاء هم
الراشدون. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا في هذا الدعاء: وأسألك العزيمة على الرشد، يعني على معرفة الحق والعمل به. وهنا معنى العزيمة يعني العزم على ذلك، أن يكون عند الإنسان إرادة جازمة لتعلم الحق وللعمل به. وذلك أن عدم تعلم الحق أو عدم العمل بالحق يكون لأحد أمرين: إما عدم الإرادة لذلك، أو وإما لعدم القدرة على ذلك، إما لعدم الإرادة وإما لعدم القدرة. فبعض الناس يعني يريد أن يتعلم الحق وأن يعمل به، لكنه لا يقدر على ذلك، لا يجد من يوجهه أو يرشده، أو يريد أن يعمل بشيء من الحق لكنه عاجز لمرضه أو غير ذلك من الأسباب. فقد يكون الامتناع عن تعلم الحق والعمل به بسبب العجز وعدم القدرة، وقد يكون بسبب عدم الإرادة، يكون الإنسان قادرا على أن يتعلم الحق وأن يعمل به لكنه ليس عنده العزم والإرادة لذلك. فهنا يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بهذا الدعاء: وأسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، أن يؤتيك الله سبحانه وتعالى العزيمة، يعني الإرادة الجازمة الصادقة لتعلم الحق والعمل به. ثم يقول عليه الصلاة والسلام معلما لنا في هذا الدعاء العظيم: وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. وهذا الدعاء وهذا الجزء من الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به كثيرا، كما جاء في أحاديث أخرى كحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه، وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. فهذا مما كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. فموجبات رحمة الله سبحانه وتعالى هي تلك الأمور التي تؤدي إلى حصول رحمة الله سبحانه وتعالى. موجب الشيء هو السبب الذي يوصل إليه ويؤدي إليه. فموجبات رحمة الله سبحانه وتعالى هي تلك الأسباب وتلك الأمور التي من أخذ بها فإنها توصله إلى أن يرحمه الله سبحانه وتعالى. ما هي الأمور التي توجب رحمة الله سبحانه وتعالى؟ منها ما ذكره سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فمما تحصل به رحمة الله سبحانه وتعالى وترجى به رحمة الله الإيمان والهجرة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. كذلك أيضا رحمة الخلق، أن ترحم الناس وترحم الضعفاء والمساكين، فإن الله سبحانه وتعالى يرحمك، فإنه مما يوجب رحمة الله سبحانه أن ترحم عباد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كذلك مما يوجب رحمة الله سبحانه من موجبات رحمة الله الجلوس في المساجد والاجتماع في بيوت الله على تلاوة كتاب الله وتدارسه، فإن هذا مما يوجب رحمة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الجالسين في بيوته، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجليس المسجد على ثلاث خصال: كلمة حكمة ورحمة منتظرة وأخ مستفاد. فهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجلس في المسجد يظفر بثلاث خصال: كلمة حكمة، يعني يستمع إلى موعظة وإلى كلمة فيها حكمة فينتفع بها، كلمة حكمة ورحمة منتظرة، رحمة ينتظرها من الله سبحانه وتعالى سينالها، لأن الجلوس في المسجد
من موجبات رحمة الله تعالى، فمما يؤدي إلى وصول رحمة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الجالسين في بيوته. يعني هم ضيوف في بيت الله سبحانه، فيضيفهم الله سبحانه ويكرمهم برحمة تنزل عليهم وتغشاهم. وأخ مستفاد، يعني من جلس في المسجد استفاد أخا صالحا، تعرف على إخوانه المؤمنين واتخذ منهم أصدقاء وأخلاء. فأعظم أخوة في الله تعالى هي تلك التي يكون منشأها من بيت الله، ويكون التعارف على أخيك المسلم من خلال بيت الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فإذا غشيتهم الرحمة، فهذا من موجبات رحمة الله. قال: وعزائم مغفرتك. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. وأيضا عزائم مغفرتك يعني ما تصير به مغفرة الله تعالى عزمة، يعني واجبة للإنسان، فهو بمعنى موجبات المغفرة. يعني عزائم المغفرة يعني الأمور التي تحصل بها المغفرة وتصير بها المغفرة عزمة للإنسان، يعني واجبة له، يوجبها الله له ويكتبها الله له. فيعني الأمور التي تؤدي إلى المغفرة وتحصل بها المغفرة فهي عزائم المغفرة. فهنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله تعالى عزائم مغفرته. ومن عزائم مغفرة الله سبحانه وتعالى، يعني كل العمل الصالح هو مما يؤدي إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى، لكن منها الاستغفار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العالمين سبحانه وتعالى أنه قال: استغفروني أغفر لكم، استغفروني أغفر لكم. فمن استغفر الله سبحانه وتعالى فهذا من عزائم المغفرة، يعني مما تحصل به المغفرة للعبد. وكذلك أن يغفر لعباد الله فيجازيه الله تعالى من جنس عمله. فمن عفى عن الناس وسامحهم وعفى عمن أساء إليه وغفر لهم فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويسامحه. كذلك العفو عن أبداء يعني المستدينين، أن يعفو عمن استدان منه المدينين له. فإما بأن يتنازل لهم عن المبلغ كله، وإما أن يتنازل عن بعضه أو يقسطه لهم، فإن هذا أيضا من أسباب المغفرة. كما ورد في الحديث في قصة رجل كان تاجرا وكان يداين الناس وكان كثير الذنوب والمعاصي وليس له عمل صالح، إلا أنه كان يتجاوز عن المعسر وينظر الموسر، فقال الله تعالى: نحن أحق بهذا منه، تجاوزوا عنه. فغفر الله تعالى له بذلك. والإحسان حتى إلى الحيوان من أسباب مغفرة الذنوب، الإحسان إلى الناس وإلى البهائم أيضا من أسباب مغفرة الذنوب، كما في قصة المرأة البغي التي سقت كلبا يلهث من شدة العطش فغفر الله تعالى لها، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة عموما التي تؤدي إلى حصول المغفرة من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء: وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح دعاء نبوي شريف عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من صحابته الكرام هو شداد بن أوس رضي الله عنه،
فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا دعاء عظيم من أدعية المصطفى عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.